لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قال وزير خارجية ناصر بوريطة إن وفدا مغربيا سافر يوم الأحد إلى إسرائيل للتنسيق بشأن مكتب الاتصال الذي سيفتتح في تل أبيب. وأوضح بوريطة في ندوة صحفية بمقر الوزارة أن الافتتاح الرسمي لمكتب الاتصال المغربي بتل أبيب مرتبط بتطور الوضعية الصحية وفتح الأجواء في المغرب وإسرائيل. وتابع أن مكتب الاتصال في تل أبيب سيشرف عليه مسؤول بالنيابة مردفا أنه ليس هناك أي ممثل مغربي في إسرائيل، كل ما هنا اللحظة هو المسؤول بالنيابة. وزاد الوزير إنه وقع الاختيار على دبلوماسي يوجد ضمن الوفد المسافر إلى إسرائيل لإعداد الافتتاح الرسمي للمكتب دون أن يفصح عن اسمها. نشكركم على حسن المتابعة.